وقتاش ينطلق المهرجان؟ 10 جويليا 16 اوت. واضح. يكون ان لابيل ارتستيك دوزيام اوبجيكتيف في الميديتيراني الكل. وحكيت على الاشعاع الاعلامي للمهرجان على خاطر بالنسبه ليا الخمسينيه سي ان ايفينمون ناسيونال اي انترناسيونال. ماهوش فقط ايفينمون ناسيونال. وثالث حاجه كما قلت لك الفالوريزاسيون تصير للمهرجان مع كي نتذكروا شكون طلع على ركح قرطاج وكيفاش بدا وكيفاش من الاول انطلق بالمسرح ومن بعد جاو دي فيديت انترناسيونال كيما ري تشارلز شارل ازنافور. بس فما اديل وشاكيرا ما انت قلت ما نعرفش ما نجم نقول حتى شيء. اعلن عليهم ما نجم نقول حتى المدير السابق نتاع الدوره عم مناول هذايا وقت الكونفرنس دو بريس توا تعرفوا وقتها نعلنوا على البرنامج. فلسفه سونيا مبارك في حضور الفنانين التوانسه في مهرجان كارتاج الفلسفه مش شكون كيفاش تفكر مع الحضور؟ اسكو الحضور التقليدي نتاع مطرب يغني ما فماش تام ولا فما دي سبيكتاكل تام؟ كيفاش باش تكون الرؤيه نتاع المهرجان السنه؟ شوف هو لو تيم سنترال ومش تيم هو مبدئي انه العروض اللي تتبرمج فيها الحرفيه المطلوبه على المستوى الدولي. واضح. على خاطر الحرفيه لو بروفيسيوناليزم على المستوى الدولي تخوف الجمله. فما حاجه ثانيه انه اللي عنده فكره جيدة ومن بعد في وقت اللي بلور الفكرة متاعه كيفاش باش يقدمها مش واضح على الركح كيفاش عنده سينوغرافي ما عندوش هذن كلهم المسائل يدخلوا بعين الاعتبار في اختيار العروض. أكيد المسرح حاضر في المهرجان ولا لا؟ إن شاء الله نتمنى أنا على خاطر راهو المهرجان نتمنى دونك ما فماش مازال لحد الآن احنا أنا قلت لك مازلنا نكملوا في الفيناليزاسيون تاع البرمجة بتاعنا فهمت. انا تتفرج انت ولا عندك شكون يتفرج ولا كيفاش؟ بالنسبه ليا انا نتفرج وعندي شكون يتفرج. بالنسبه ليا مهرجان كارتاج انطلق بالمسرح كان في اوله ونتفكروا علي بن عياد الله يرحمه كاليغولا وما كانش كان في ليتيم دونتونار او مهرجان قرطاج ما كانش ملول في المسرح الكبير. بالنسبه ليا ماذا بينا في السنوات القادمه بالحق نحقوا نوع من المعادله ما بين المسرح باللي متوفر زاد على خاطر مرات فما ناس تفكر انه مهرجان قرطاج ماهوش اصبح بلوس سبيكتاكل دو ميوزيك كمسرح فهمت. هل حتى عند المحترفين يعني المسرحيين اقليه يقدموا لك المهرجان قرطاج يفولو دير يقولوا كانوا مهرجان قرطاج الى حد الان وحتى سي مراد صقلي قالها كيف مازال ماهوش دولي حبرا على ورق ولكن ماهوش دولي باتم معنى الكلمه. يجم يولي دولي سنة يلزموا يولي فنياً دولي يعني. لا سياحيا وفنيا لا سياحيا وفنيا يظهر لي كارتاج عنده ان لابيل ديجا بقى يلزمك ترسخوا اللابيل هذايا عند الناس ما يكونش فما ضبابيه اي سورتو على المستوى المتوسطي راهو ثاني اكبر المسارح فما في اليونان إبيدافروس يقولوا له هما وفما مسرح قرطاج في تونس يعني ولا. عنده أهمية كبيرة في المتوسط. أنا نقول يولي عنده يرتقي إلى مستوى المهرجانات الدولية وقت اللي نوليو عندنا أن ستاتيو بارتيكولير يولي فيه مثلا أن كوميتي دو ساج يخدم على طول العام ما يكونش مازال المهرجان إل ديبون دو وزارة الثقافة ما عندوش أن ستاتيو لحد الساعة هذية تكون البرمجة اليوم نحكيو على 2015 و 2016 مش عندنا 3 شهور باش نحضروا برمجه فقط فهمت المسائل هذه تجي تدريجيا.